أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. یہاں پر دھیان دیجئے، یہ جو میم دکھ رہا ہے نا آپ کو، تو اس کو نون سے نہیں ملانا ہے. نون کے اوپر دیکھیے یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، تو بڑے والے میم کو چھوٹے والے میم سے ملا کر پڑھیں گے. میم میم، ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے پھر سے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. یہاں پر دھیان دیجئے، لام کو اس لام سے اور اس لام کو اگلے لام سے، تین لام ایک ساتھ جمع ہوا ہے، تو اس کو دھیان سے پڑھیے گا. لل لل لذینا، ٹھیک ہے نا، پڑھ لیجئے. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. روزانہ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو جوائن کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.